مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشأة صحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد هذا الفاصل مباشرة سأستعرض معكم أبرز ما جاء في صحافتنا المحلية. بداية مشاهدينا نرحب بالإعلامي والصحفي حسين عبد الرحمن، أهلا بك أستاذ حسين. أهلا فاطمة في مشاهدين تلفزيون دولة الكويت أينما كانوا. ونبدأ من صحافتنا المحلية والعنوان الأبرز في المنشأة المحلي عن مشاركة ممثلي سمو الأمير في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. صحيفة الرأي تنقل عن ممثل سمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأكيده أن الكويت لن تحيد عن دورها الإنساني وسياستها المتوازنة بوضع حلول دبلوماسية سلمية لمختلف الصراعات الإقليمية والدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. جاء ذلك في تصريح للخالد لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفد دولة الكويت. نفس الموضوع أبرزته صحيفة النهار حيث أفادت بأن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وصل والوفد المرافق لسموه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أستاذ حسين، جدول أعمال حافل لوفد دولة الكويت يترأسه ممثل سمو الأمير، برأيك ما أهمية هذه المشاركة على مستوى العلاقة بالمنظمة الدولية؟ فاطمة، إحنا لازم نكون واضحين في الموضوع هذا. طبعا الكويت يعني تشارك في المنظمات الدولية كلها وفي كل المؤتمرات، وتكون هي يعني تحمل مشاريع إنسانية ومشاريع اقتصادية ومشاريع للبنية التحتية ولكل الدول. اليوم ممثل سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متواجد في نيويورك حاليا الآن لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي هي الدورة 76. طبعا احنا بالكويت نحمل يعني اهتمام كبير في حضور هذه المؤتمرات، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح يعني كان له دور كبير قبل ان يتبوأ المنصب في الامم المتحده، ويعني هذا ملعب اللي يستطيع ان يقدم يعني راح يقدم خارطه الطريق موجوده واضحه والمعالم في ان الكويت تسعى الى استقرار المنطقه، استقرار الاقليم، استقرار الدول المحيطه بنا، وايضا العمل على مساعدة الدول وخاصة قضية اللاجئين سواء كان في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في دول أخرى. وبالتالي الكويت يعني لاعب رئيسي ومعتمد عليه كما قال أمين عام للأمم المتحدة أهمية الكويت مشاركتها في هذا المؤتمر. وراح نشوف في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء يعني معالم واضحة للمرحلة المقبلة اللي تفكر فيها الكويت في كيفية مساندة الشعوب العربية ومساندة الشعوب الإسلامية والدولية في يعني استقرار المنطقة والعمل على إقامة استقرار في كل الدول والمحافظة على صحة العالم. اليوم احنا بعد سنة ونص من هذه التجربة الرائدة اللي قامتها الكويت بالتطعيم وبمواجهة جائحة كوفيد 19، يعني تجربة الكويت أيضا لازم نقولها للعالم كيف احنا يعني استطعنا خلال هذه الفترة أن يعني نتصدى لهذا الوباء بقرارات بعلاج يعني رعاية صحية للمواطنين
وتجربه جميله، وايضا احنا الكويت دائما نقدم خدمات صحيه لكل الدول اللي محتاجه لذلك. فسمو الرئيس اعتقد انه سيبرز دور الكويت جليلا وهو قادر على ذلك. نعم بالتاكيد. ننتقل الى موضوع اخر في صحيفه القبس، حيث قالت صحيفة القبس إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أعلنت اعتمادها منصة متى للحصول على مواعيد مراجعة يومية لفروعها المختلفة حسب الخدمات المتوفرة. ولفتت الهيئة إلى أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون موعد مسبق، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي. جريدة الأنباء قالت إن مصادر مطلعة كشفت لها عن أن أولويات الحكومة لدور الانعقاد الثاني الذي تعقد جلسته الافتتاحية في 26 من أكتوبر ستكون 5 قوانين. وأوضحت المصادر أن منها قانونين جديدين، هما مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص ومشروع قانون للسحب المقنن من صندوق احتياطي الأجيال. وفي صحيفة الكويتية نقرأ عن إصدار وحدة تنظيم التأمين الكويتية القرار رقم 38 لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، متضمنا كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا. والآن مشاهدينا نتابع أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية. الغواصات الأسترالية من خلال استدعاء سفرائها تضفي فرنسا الطابع الرسمي على غضبها ضد الولايات المتحدة وأستراليا. هذا العنوان بصحيفة لوموند، وتحته تشير إلى أن هذه العملية قبل كل شيء هي رمزية وتهدف إلى التعبير عن الشعور بالخيانة الذي تعيشه باريس. ومن ذلك تواصل إدارة بايدن التقليل من رد الفعل الفرنسي. الصحيفة أبرزت كذلك تصريح وزير الخارجية الفرنسي، حيث قال إن تصرف أستراليا والولايات المتحدة في صفقة الغواصات يشكل سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثر عواقبه على المفهوم ذاته لتحالفات وشركات فرنسا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة لأوروبا. أما صحيفة الشرق الأوسط فهي أيضا تناولت الموضوع ذاته، وقالت إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أعلن أن بلاده تأمل في أن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يتفهم موقف الفرنسيين. أستاذ حسين، يعني يبدو أن صفقة الغواصات هذه تضع التحالف التقليدي بين الدول الثلاث أمام اختبار المصالح، خسارة لباريس وربح لواشنطن. إلى أي حد سيغير ذلك مستوى الثقة بين الحلفاء؟ فاطمة، سؤال جميل هذا. هذا يدل على أن السياسة ما فيها علاقات دائمة ومحبة دائمة وحب مستمر، لا، السياسة مصالح متبادلة، أينما تكون مصلحتي سأذهب إليها وسأختار ما أريده من مصالح. قصة الغواصات الأسترالية، أستراليا طلبت 12 غواصة تعمل على نظام الديزل من فرنسا وبلشت توقع العقود، ولكن الرئيس جون بايدن ورئيس وزراء بريطانيا جونسون أرادوا أن يعاقبوا فرنسا على ذلك، فقدموا عرض رخيص وجميل إلى أستراليا أن تكون ضمن التحالف معها، أن تخرج من طواعية فرنسا، وبالتالي تكون هذه الغواصات الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية يعني وليس بالديزل كما يريد الفرنسيين. هنا يعني فرنسا زعلت عندما قبلت، ألغت أستراليا الاتفاق العقد، وهذا هنا شوف الدول شلون تبحث عن مصالحها وتبحث عن، ما فيها مجامله، هاي فيها اموال وفيها كذا، ولكن استراليا قررت بدعم من بايدن والامريكي وبدعم من بريطانيا ان تواجه فرنسا وترفض، فبالتالي اتخذت فرنسا اجراءات بسحب سفيرها من كامبيرا عاصمه استراليا ومن واشنطن اللي هو اججت الموقف وخلاهم. لذلك نشوف ان الان الغواصات، هذه قصه الغواصات، خلاص استراليا اتخذت قرارها وغيرت تحالفها الاستراتيجي. تبقى اليوم فرنسا يعني في مواجهه 3 دول وفي مواجهه بريطانيا وامريكا واستراليا، والان التحالف الاوروبي او حلف الناتو كلهم الان يعني
قاعد يطالعون الى المنظر هذا، ان كيف راح تتصرف فرنسا في ضوء الغاء هذا، وكيف يستطيعون ان يقفوا مع فرنسا ضد الولايات المتحده وضد. لكن اجتماع الجمعيه العموميه للامم المتحده سيعطي فرصه لوزراء خارجيه هذه الدول ان يلتقوا مع بعضهم ويحلوا المشكله في نيويورك من خلال يعني الوصول الى اتفاق واحد. نعم، يبدو انها بالفعل يعني ازمه بين الحلفاء. لكن استاذ حسين، يعني بعض المراقبين كذلك وصفوا هذه الصفقه بانها بمثابه خيانه، يعني خاصه اذا نظرنا ان يعني في اكتوبر ان شاء الله فرنسا تنتظر الانتخابات، ما الضرر الذي يمكن ان يلحق بالحزب الحاكم جراء هذه الصفقه؟ يعني لازم نعرف ان ماكرون وضع متزعزع، اراد ان يثبت للعالم قدرته على يعني جلب استثمارات لفرنسا والعمل على مصالح فرنسا، فبالتالي حضر في بغداد واراد ان يكسب من بغداد مشاريع نفطيه ومن خلال شركه توتال لتعزيز مكانته الانتقاليه. ماكرون اليوم يعمل من اجل وصول الى اكبر قدر من الناخبين، ومن خلال ناخبين هو تعزيز موقفهم من الاستثمارات الخارجيه ووجودهم في ليبيا بعد ان النفط الليبي هم قاعد ياخذونه، وفي العراق ايضا، وبالتالي وفي افغانستان، كل هذه يعني لتعزيز موقفه الانتخابي. وعشان لا يخسر موقفه الانتخابي، يعني وصدمه اللي حصل له من بايدن وبريطانيا راح يزعزع موقفه، وربما قد يكون هناك يعني عدم عودته الى الرئاسه مره ثانيه كحزب، خسر كثير، ويعطي فرصه لمارين لوبان ان يعني تتحدى اكثر وتنتصر اكثر في المرحله المقبله لكي تصير رئيسه فرنسا في الدوره المقبله يعني. نعم. وبالتالي ماكرون في حيره الان من امره يعني، وهذه ضربه. مثل ما قلنا، السياسه ما فيها حب دائم ولا كره دائم، السياسه مصالح، وبالتالي اختاروا الطريق هذا للتعامل مع ماكرون بهذا الاسلوب للتاثير على الناخبين وتاثير على شعبيته في فرنسا. نعم استاذ حسين، يعني ساتابع معك والمشاهدين صفقه الغواصات وتداعياتها داخل فرنسا وبين الاطراف المعنيه التي كانت حاضره في تعليقات الصحف الفرنسيه. مراسلتنا مريم حانوتي في باريس ستستعرض في التقرير التالي ابرز عناوين الصحف الفرنسيه. بكم مشاهدينا في هذه الجولة عبر أهم المواضيع التي تداولتها الصحف الفرنسية، والبداية بالخبر الذي نزل كالصاعقة على فرنسا وأسال الكثير من الحبر منذ إعلان أستراليا الخميس فسخ عقد ضخم أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية، مفضلة عقد شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، خطوة انتقدتها باريس بحدة. حول هذا الموضوع عنونت جريدة لوموند مقالا بالغواصات أزمة مفتوحة بين باريس وواشنطن. من خلال هذا المقال تحدث الكاتب عن حيثيات القضية ويقول أن التحالف الأسترالي الأمريكي في هذا المجال سيكون بمثابة قفزة تكنولوجية وعسكرية هائلة لأستراليا في مواجهة تأثير الصين في المنطقة، لكنه سيكون على حساب فرنسا التي ستتكبد خسائر كبيرة. جريدة لو فيغارو هي الأخرى تحدثت حول هذا الموضوع وعنونت بالبنط العريض أزمة دبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة. المقال وصف القضية بالنفاق المتقن، يقول لو فيغارو أن الأمريكيون طعنوا فرنسا في الظهر بعد إجبار أستراليا على خرق العقد الضخم للغواصات، مخلفة بذلك أزمة دبلوماسية، وأن جهود واستثمارات 10 سنوات نصفت في 5 دقائق بنفاق تام.
من جانبها جريدة ليبراسيون على صفحتها الأولى عنونت: التحالف الأمريكي البريطاني الأسترالي ليس سلميا. تقول ليبراسيون أن خرق كانبيرا لعقد القرن لصالح الغواصات الأمريكية أثار غضب الدبلوماسية الفرنسية التي تلقت ضربة موجعة وأضعفت بذلك استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادي. وبعيدا عن السياسة وفي المجال الثقافي، اهتمت الصحف الفرنسية بخبر تغليف قوس النصر في باريس بالنسيج تحقيقا لحلم الفنان البيئي الراحل كريستو. هذا الخبر كان قد أثار الكثير من الجدل وسط الفرنسيين لميزانيته الضخمة والتي قدرت ب 14 مليون يورو، حيث عنونت جريدة لاكخوا على صفحتها الأولى: وداع كريستو في باريس. أوضح المقال أن هذه التحفة الفنية لم تكلف خزينة الدولة، بل هي مجانية ممولة كليا من طرف الفنان الراحل كريستو وزوجته جون كلود. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام جولتنا عبر الصحف الفرنسية. كنت معكم أنا كاهنة مريم حانوتي، وعودة إلى استوديو مانشيت الصحافة. نشكر مراسلتنا من باريس مريم حانوتي على إبرازها لما جاء في الصحف الفرنسية. وبعيدا عن صفقة الغواصات وتداعياتها، ننتقل إلى صحيفة يعني شفاق التي عنونت: باكستان تبدأ حوارا مع طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة. جاء ذلك بعد يوم من لقاءات رئيس وزراء باكستان مع قادة الصين وروسيا وإيران وطاجكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة بالعاصمة الطاجيكية دوشنابي. وقال عمران خان أنه بدأ حوارا مع طالبان من أجل حكومة أفغانية شاملة تضم الطاجك والهزارة والأوزبك. أستاذ حسين، يعني برأيك إلى أي حد سيساعد دخول باكستان على الخط الأفغاني في فتح الباب أمام حكومة طالبان نحو المجتمع الدولي، خاصة إذا وضعنا بعين الاعتبار أن هناك كثير من الدول يعني رافضة الاعتراف بحكومة طالبان؟ فاطمة، لازم نعرف أن وضع أفغانستان اليوم في ظل وجود طالبان يعني أعطى لباكستان قوة كبيرة في التعامل الدولي. يعني اليوم أي واحد يبي يتودد إلى طالبان سيذهب إلى بوابة باكستان من خلال عمران خان ورئيس الوزراء. اليوم باكستان لعبت دور كبير في وجود أعداد كبيرة من الباشتون اللي هم ينتمون لهم الطالبان في باكستان موجودين، وبالتالي قيادات طالبان كانت أساسا في باكستان. فبالتالي العلاقة بين طالبان وباكستان علاقة قوية قائمة على يعني حماية الباكستانيين لفكر الطالباني في خلال السنوات الماضية. لذلك طالبان تستمع إلى باكستان لأنها تريد تكون بوابتها إلى العالم، وبالتالي تقديم طالبان إلى العالم حتى تكون مقبولة ضمن مجموعة الدول. لكن الدول اليوم تشترط على طالبان أن حكومتها تكون فيها يعني العنصر النسائي، لتكون حكومة تضم الأقليات الأخرى اللي هم الطاجيك والأوزبيك والهزارة اللي هم الشيعة. وبالتالي هذا الطلب الموجود من قبل دول العالم على طالبان حتى تعترف فيها تواجه مشكلة معضلة عند التفكير الطالباني حتى يعني توصل إلى حل هذا الموضوع، وهو موضوع توزيع الأقليات في الحكومة المقبلة. ولكن تشكيل الحكومة هو اللي سيحدد مصير العلاقة الدولية مع طالبان. نعم، ولكن يعني طالبان يعني قدمت رسائل طمأنة إلى المجتمع الدولي بأنها ستغير نوعا ما من سياستها لتكون مقبولة يعني، وهذه خطوة تريد فيها يعني أفغانستان أو طالبان من كسب التأييد الدولي لها. هو فاطمة، التأييد الدولي اشترطوا شرط واحد: نريد أفعال لا أقوال. نعم، كانت هذه الرسالة واضحة. نعم، وهذا ما سنراه في الأيام المقبلة. ننتقل إلى صحيفة نيوز ويك، حيث انتقدت النائبة الديمقراطية لولاية مينيسوتا إلهان عمر والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني اعتراف وزارة الدفاع يوم الجمعة بضربة فاشلة بطائرة مسيرة في أفغانستان أسفرت عن مقتل 10 مدنيين. وردا على ذلك كتبت إلهان عمر: آسف ليست كافية.
لقد قتل الآلاف في ضربات سرية غير خاضعة للمساءلة بطائرات بدون طيار على مدار العقدين الماضيين. يجب أن نطالب بالمساءلة عن أي شخص متورط في هذا الأمر وإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر وكامله. برنامج الطائرات بدون طيار، وكتبت في تغريدة على تويتر: نحن مدينون لعائلات الضحايا بالاعتراف بهذه الجرائم وتعويض العائلات والسماح بإجراء تحقيقات جنائية دولية في هذه الهجمات. أستاذ حسين، يعني هل تتوقع أن تسمع إدارة بايدن هذه الانتقادات وتقدم على الأقل اعتذارا للأسرة التي راحت ضحية الغارة وتقديم أيضا تعويضات؟ طبعا يعني النائبة إلهان حقيقة هي تتصدى لكل القضايا الإنسانية في يعني في العالم، وبالتالي كشفها لاستخدام طائرات مسيرة بضرب المدنيين هذه لم تعلن عنها الولايات المتحده، مما اضطرت يعني الى يعني النائبه الهان ان تكشف ذلك وان تقول لا، في من سوابق كان لهم في عمليه يعني ضرب الطائرات. لذلك الهان عامله هدك كبير لاداره بايدن، وخاصه ان تكشفهم وتكشفهم في وين؟ في افغانستان، حيث يعني الاداره الامريكيه بايدن يتودد اليوم الى طالبان في سماح الغربيين وسماح الامريكيين بالخروج من ذلك، وخاصه عقب ما خسرت يعني امريكا، بايدن خسر افغانستان بان استولت عليه طالبان واحتلتها. لذلك الان عامله يعني نوع من الكشف عن ممارسات الجيش الامريكي تجاه المدنيين الافغان الابرياء، وهذه يعني صوت من داخل الوضع الامريكي، من داخل البيت الامريكي، وليس صوت اسلامي او صوت عربي. لو كان صوت عربي او اسلامي لوجدنا كثير النقد عليه، ولكن كونها نائبه في مجلس النواب تستطيع ان يعني تتصدى لبايدن بهذا الاسلوب في مراقبه الموجود فيه. وبالتالي اعتقد ان بايدن راح يطلعون تصريح يعتذرون في اعتذار بسيط، وسيقولون ايضا بتعويض المتضررين، يعني لان المتضررين كثيرين كانوا في السنوات السابقه بس ما حد اعلن عنهم. لكن اليوم أمام هذه الفضيحة ممكن أن بايدن يعلن اعتذاره للأبرياء الذين قتلوا في هذه الغارة. نعم، كلمة حق قالتها إلهان عمر في حق يعني جميع من راحوا ضحية هذه الضربات. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة القدس بعنوان تريليون دولار، كان من شأنها تخفيف الفقر والجوع في العالم. يقول فيه كاتبه عبد الله أبو عيد أن الرئيس الأمريكي بايدن ذكر خلال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من تريليون دولار في تلك البلاد. كما ذكر بعض المسؤولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة كانت تنفق مبلغ 300 مليون دولار يومياً. كل ذلك حسب الكاتب حدث لتبرير عملية الانسحاب المذل وتسويقه للشعب الأمريكي الذي يعاني الملايين من مواطنيه الفقر والبطالة والتمييز العرقي. ويتساءلون لماذا لم تنفق هذه المليارات في داخل الولايات المتحدة لرفع مستوى الملايين من فقرائها وتأمين العمل والغذاء والسكن المناسب لهم؟ كذلك هناك الملايين خارج الولايات المتحدة يتساءلون ماذا كانت التريليون دولار ستحققه من نتائج وآثار لو أنفقت على تخفيف الفقر والجوع في عشرات الدول في العالم الثالث. كاريكاتير اليوم بعد هذا الفاصل. أستاذ حسين، تعليقك على كاريكاتير اليوم من صحيفة القدس. يعني هو يعني دائما صحيفة القدس تنشر الرسمات الكاريكاتيرية التي تخص القضايا الإنسانية وتتعلق بحقوق الناس وحقوق البشر، ويدل على مدى مأساة البشر يعني في العالم وعدم إهمال العالم لهم وعدم تقدير العالم. وبالتالي كاريكاتير في محله يحاكي ضمائر الناس وضمائر العالم في هذا العصر وهذا الزمن، مما يتطلب أن التحرك من أجل مساعدة البشر أينما كان. نعم بالطبع. الإعلامي حسين عبد الرحمن، أشكر وجودك معي في هذه الحلقة. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام برنامج منشأة الصحافة. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.